حد زي محمد صلاح اللي احنا طول الوقت فخورين بيه، احنا فخورين بقصص التحقق، فخورين باللي قبل النجاح، بالتعب اللي قبل النجاح، وبالمجهود اللي وصل للنجاح، وبالإصرار وبالغلاوة اللي بتبقى في عيون كل الناس، انك في الاخر فعلا بتتشرف ان الشخص ده بينتمي لبلدك او انت بتنتمي ليه بشكل من الاشكال. صلاح النهاردة نجم الاخبار العالمية بلا منازع، لانه محدش فينا يقدر يقول انه ده كان خبر قليل او مش مهم فكره بقاء محمد صلاح في ليفربول او انه يمشي من ليفربول. لا، كان خبر مهم، كان في بورصه الرياضه ده خبر مهم، كان في صناعه الكره في العالم كان خبر مهم. فانه محمد صلاح يعلن انه جدد عقده مع نادي ليفربول الانجليزي النهارده كانت مفاجاه، لانه كان كل توقعات بتشاور على حاجه تانية انه هيرحل. العقد تم توقيعه في أحد المدن الساحلية اللي صلاح بيقضي فيها أجازته. اتصور فيديو كاجوال قوي، الصور اللي انتوا شايفينها دي حاجة كده في اللطافة واللذاذة كده، واتعرض على مواقع أو الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، وأعلنوا عن تجديد التعاقد. هنشوف بسرعة فيديو تجديد تعاقد محمد صلاح، ونرجع بقى نسمع تفاصيل كواليس نجاح فخرنا، فخر المصريين محمد صلاح. صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. سعيد طبعا بالتجديد مع النادي، واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نكسب بطولات كتير اسهل. بسرعه كده، هو كلمتين ورد غطاهم، وحاجه زي ما بقول لكم في منتهى البساطه واللذاذه وعدم التعقيد. بس الحقيقه انه في ناس المهتمين بالكره، احنا مهتمين اننا نشوف صلاح مكمل في مكانه اللي بيحبه، اللي جماهير ليفربول بتعشقه، اللي صوره مرسومه على شوارع انجلترا ومحطوطه يعني شعارات رسميه للدوله، حاجة تثير الفخر يعني. لكن الكلام عن تفاصيل العقد مهم لكل المهتمين بالماديات بقى، الجزء المادي يعني. احنا متشرفين معانا على التليفون الأستاذ أحمد فوزي العريان، مدير تحرير موقع في الجول. مساء الخير أستاذ أحمد، والكواليس دايما عندك، احكي لنا، هي كانت مفاجأة ولا أنتوا كنتوا عارفين، ولا الأوساط الرياضية كانت متفاجأة هي كمان؟ مساء الخير يا استاذه دينا، ومساء الخير على كل المشاهدين. بتشرف طبعا بوجودي مع حضراتكم. هي يعني ما نقدرش نقول ان هي مفاجاه، ولكن نقدر نقول ان هي طبعا خبر مثير يثير اهتمام العالم كله، زيه زي مثلا تجديد كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان قبل اسابيع، لما اثار اهتمام العالم كله. فمحمد صلاح في نفس المرتبه تماما، وتجديده كان مسار اهتمام العالم كله منذ أكثر من سنة تقريبا ميلادية يعني، والتفاوضات ما بين الطرفين مستمرة، ما بين محمد صلاح وبين ليفربول على التجديد. في بعض الأحيان كنا بنسمع إن هي خلاص قاربت على الحسم وإن هو هيجدد، وفي أحيان أخرى على المدى القريب حتى اتقال إن هي لا، تعثرت تماما، وإن هو لا مجال للاتفاق ما بين الطرفين، وإن الموسم المقبل هو الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول. ولكن في اعتقادي ان تجديده في النهايه هو انتصار للمنطق، لان محمد للمنطق لان من ناحيه صلاح فهو وجد نجوميته واسطوريته، مش نجوميته بس، لانه فعلا اصبح احد اساطير ليفربول التاريخيين في ليفربول، ويجد الشعبيه والاريحيه حتى في تواجد يورجن كلوب المدير الفني اللي غير تماما من مسير صلاح، بيجدها في ليفربول، فالطبيعي ان هو يستمر في هذه البيئه الناجحه. وعلى الجهه الاخرى، ليفربول ليس سهلا ان يجد نجم جديد اذا رحل محمد صلاح، يصنع نفس الفارق اللي بيقدمه محمد صلاح، خاصه بعد رحيل ساديو ماني. كان لابد من تجديد محمد صلاح، لان فقدان نجمين في اقل من سنه، يعني السنه الجايه لو كان مشي صلاح كان ممكن طبعا يحدث ارتباك كبير في خطط يورجن كلوب، لانه هيحتاج ان هو يبدا من جديد اللي عمله منذ 5 سنوات، ان هو يعمل توليفه صلاح ماني وفيرمينو، كان هيحتاج ان هو يبداها من جديد. فبقاء صلاح هيسهل جدا من مهمه كلوب في السنوات المقبله في اعتقادي يعني. سؤال بقى، بعض الناس بتقول طب هو بقاء محمد صلاح اللي اتاخر جدا في الاعلان عنه مرتبط كمان ببقاء يورجن كلوب في النادي، وانه هم في بينهم ارتباط وثيق كده، نقدر نقول انه فعلا زي ما حضرتك بتقول فرق جدا في مسيره محمد صلاح، ولا ده مش مرتبط بده؟
لا اعتقد ان هو فعلا مرتبط، طبعا مش هو ده الاساس او هو السبب الوحيد، ولكن هو طبعا احد الاسباب، لان لما نحط محمد صلاح لما بيكون بيتكلم ان هو هنحط نفسنا مكانه اكمل ولا ما اكملش زيه زي اي لاعب تاني، هبص لعده عوامل. اول عامل النجاح الرياضي، هقدر هيقدر يتوفر لي في المكان ده ولا الافضل ان انا امشي. فليفربول كبطولات هو حاليا بقى احد المنافسين الدائمين على كل البطولات، هو من يعني لو هتطلع ليفربول تروح فين؟ تروح ريال مدريد او مانشستر سيتي، هم دلوقتي اكبر ثلاث انديه حاليا في العالم. فبالتالي استمراري لا هيوفر لي القدره على المنافسه على الالقاب. طيب هل استقرار فني يورجن كلوب ممكن يمشي وما يجددش عقده، ولكن من عده اشهر جدد فعلا عقده، فده بيوفر كمان الاستقرار الفني. طب التقدير المعنوي بقى واللي هو متمثل فيه التقدير المادي، محمد صلاح كان مفخوذ حقه الحقيقه في السنوات الماضيه، لان لما نبص لان عقده كان 200,000 استرليني في الاسبوع، فهو حتى مش من ضمن افضل 10 رواتب في الدوري الانجليزي. طب هو العقد الجديد قيمته قد ايه في الاسبوع؟ لان احنا عارفين ان هو كان طالب رقم، وكان ليفربول دايما بيقول ان ده اعلى بكتير من امكانيات النادي. طبعا الاعلانات الرسميه بيبقاش فيها اعلان عن قيمه العقد، ولكن التقارير الصحفيه بتقول ان هو هياخد 350,000 استرليني في الاسبوع، بالتالي هيكون الاكثر في ليفربول والرابع في الدوري الانجليزي بالتساوي مع جيدون سانشو لاعب مانشستر يونايتد. فاعتقد هو هنا هو بقى في تقدير فعلا مادي يستحقه محمد صلاح، وموجود في المكان اللي يستحقها كأفضل لاعب في انجلترا يعني بآراء النقاد. طيب هو كان في اعلان الخبر جمله كده مش مفهومه بالنسبه لي انا شخصيا، مثلا كانوا بيقولوا انه يبقى لونج تيرم بلان، يعني هو دي خطه طويله المدى للبقاء. طويله المدى يعني 3 سنين ولا 5 سنين ولا قد ايه؟ هل تم الاعلان؟ لا هي 3 سنوات فعلا، 3 سنوات بس اضافه للسنه اللي جايه، يعني هو كان عقده لسه في سنه، فهو اتجدد له 3 سنين فوق السنه اللي جايه، يعني 4 سنوات كمان. بالظبط كده. طيب دي اخبار جميله، وبحسابات حضرتك كده تقول انه نجمنا مقدر ماديا ومعنويا ونفسيا كمان، فدي حاجه تفرح طبعا. ان شاء الله نشوفها بتنعكس على ادائه في الموسم اللي جاي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد فوزي العريان، الناقد الرياضي ومدير تحرير موقع في الجول.